أشمر، قمر الاستشهاديين. ولد علي منيف أشمر في 14 من تموز من العام 1976. تلقى علومه الأولى في الكويت حيث كان يعيش والداه، وبعد عودة العائلة إلى لبنان تابع علومه في مدارس الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أن يتوجه لتلقي الدراسة الدينية في حوزة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. نشأ علي في بيئة مؤمنة وملتزمة بتعاليم الإسلام وأحكامه، وكان والده يصطحبه معه إلى المسجد عندما كان في الكويت، وكان هو المؤثر الأول في التزامه بأحكام الصلاة والعبادة قبل سن التكليف، حيث كان مواظبا على الاستماع لدعائي كميل والتوسل في المسجد. كان علي يتمتع بهوايات عدة كالرسم والمطالعة والسباحة ولعبة الكاراتيه، كما إن له كتابات عديدة بخط يده تظهر مستوى الوعي الراقي الذي امتاز به ووصل إليه، كما إنه كان يتمتع بالهدوء وبالعاطفة الجياشة تجاه الفقراء والمظلومين. كان علي شعلة من الجهاد أوقدتها كربلاء في عقله ووجدانه، وكان رافضاً للاحتلال الصهيوني للبنان داعياً إلى مقاومته. وقد خط في وصيته مخاطباً الإمام الحسين عليه السلام: عاهدتك أن أمضي حاملاً دمي على كفي في سبيل الله، مازجه بتراب جبل عامل كما امتزجت دماؤكم الزكية بتراب كربلاء المقدسة. في 20 من آذار للعام 1996 ارتدى علي حزاماً ناسفاً بعد أن أدى صلاته الأخيرة بهدوء، ووقف ينتظر قافلة الجنود الصهاينة مرتلاً آيات الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وعندما وصلت القافلة تقدم نحوها بثبات، حيث فجر نفسه بقافلة مؤلفة من شاحنات عدة وبعض سيارات الجيب التي كان يستقلها قياديون صهاينة، فوقع الكثير من الإصابات في صفوف العدو. وفي اليوم التالي جمع الشيخ حسين بندر أشلاء الاستشهادي علي وكفنها ودفنها في ضريح قريب من مكان حصول العملية في قرية العديسي. ترك الاستشهادي علي منيف أشمر وصية يقول فيها: إخوتي، إن طريقنا الجهادي شاق وطويل، فاعملوا على بناء روحيات عالية وطيبة، نازعين من صدوركم كل الأدران والحجب التي تبعد الإنسان عن ربه، وتمسكوا بنهج المقاومة، وألا نضيع دماء الشهداء ونحفظ أماناتهم التي أودعونا إياها.